الكلمة الآن السيدة نادية إحدادن. سيدي الرئيس، سيدي الوزير، زملائي، زميلاتي، أسرة الإعلام، السلام عليكم أزول فلاون. بقي قطاع البريد وتكنولوجيات الإعلام رغم الأهمية التي يكتسيها والدور الكبير الذي من المفترض أن يلعبه في ربط الجزائر بأحدث تكنولوجيات الاتصال بعيد عن هذه المحاولات التي تهدف إلى النهوض بالاقتصاد الجزائري، خاصة بعد إصدار القانون 2003، حيث يعيش القطاع حالة بطيئة بالرغم من طبيعته التي تحتم عليه الخضوع لتجديد مستمر من أجل مواكبة المستجدات، لا سيما ما تعلق بخدمة الإنترنت الذي أكدتم سيد الوزير أنه 2.1 مليون مشترك مباشر تقريبا في هذا المجال. ألا ترون أن هذا الرقم ضعيف إذا ما قرنا بالبلدان المجاورة مع نوعيته الرديئة؟ فيما يخص نظام الويفي، كان من الطبيعي أن يعمم في الجامعات، مراكز التكوين المهني، قطاع التربية، الذي عقدت اتفاقية بينكم أي بين وزارتكم وبين هذه الأخيرة والقاضي بتزويد المؤسسات التربوية بأجهزة مجال الإعلام، وذلك لمدة 5 سنوات. ألم يعني قمتم بوعد أن يكون الربط في حوالي 2000 مدرسة كعملية أولى، ومشروع أسرتك أي حاسوب لكل عائلة الذي ما زال حبيس الأدراج مع ظهور صيغ جديدة بأسرتك رقم 2؟ يعني هنا ولينا نخلقوا الصيغ، ما نخلقوش الأنظمة. هذه قرارات نراها عرجاء لا تؤدي بنا إلى سوق المنافسة. نحن نفكر في هاتف في وقت الذي نفكر في هاتف بنظام التطور طويل المدى، وهو آخر نظام من الجيل الثالث، والذي تكون سرعة التدفق من 80 ميجا في الثانية إلى 230 ميجا في الثانية، والذي يبقى أي الجيل الثالث مرهون بتسوية ملف جيزي. من المعقول أن نبقي إمكانية استخدام الشبكة الثابتة الفيكس من قبل متعاملين آخرين بشرط استغلالها في شبكة وأجهزة اتصالات الجزائر حتى يقدم هذا الفضاء الخدماتي باسم الشركة الأم، يعني الشركة الوطنية، وهذا لإعادة بعث نوع من المنافسة التي تؤدي إلى تحسين نوعية الخدمات المقدمة في مجال الإنترنت المرتبة. للأسف الجزائر عالميا في المراتب الأخيرة في التدفق، في تدفق الانترنت ب 0.95 ميجا في الثانية، إذ قرنت بموريتانيا الأولى إفريقيا بسرعة 9.97 ميجا في الثانية. سيد الوزير، فالعجز ظاهر. أما قطاع البريد يحتاج إلى تطوير أفضل واهتمام أكثر بما يعانيه من مشاكل في السيولة المالية على مستوى المراكز، خاصة في الأعياد والمناسبات، مع نقص الصكوك البريدية رغم تشغيل آلات جديدة لصناعة دفاتر الصكوك. المادة 34-35 للمتضمنتين في المشروع، لا داعي سيد الوزير للإكثار من الهيئات التي تدخل في قطاع واحد، وهذا الأمر يتعارض مع منطق الضبط الاقتصادي العالمي الذي هو هيئة ضبط مستقلة مختصة لها خبرة في هذا المجال. لذا كثرة الهيئات يقصي المسؤولية ويثبت السلطة المركزية في إبقاء يدها على هذا الفضاء الرقابي، لأن سلطة الضبط في تنظيمها العام تتمتع بهيئات استشارية تقييمية وأيضا هيئة إبداء الرأي. إذن ماذا نستنتج؟ نقول أن سلطة الضبط هي القريبة من السوق ومن المتعاملين، وهي التي تحلل عناصر المنافسة وتقدر كيفيات وشروط الحلقة أو الحلقة المحلية. أخيرا سيد الوزير، نطالب بإدراج في دفاتر شرط خدمة العلب الصوتية لبوات فوكال للهاتف اللغة الأمازيغية، حتى لا نقوم بإقصاء شريحة كبيرة من هؤلاء المشتركين الذين يحسنون إلا هذه الأخيرة. يعني كما يخفش عليكم أن عجائزنا في القرى والمداشر في منطقة القبائل ما يعرفوا إلا القبائلية، إذا نطلب
انه في لي بواط فوكال تكون الامازيغيه موجوده كما كاينه. شكرا لك سيده. سيده احدادن